أهلا بكم. وفي اليوم الرابع قصف إسرائيلي جنوني يرفع حصيلة الشهداء من دون أن يغير المعادلات الميدانية. زعم الاحتلال أنه دخل غزة بريا قبل أن يتراجع عن إعلان كهذا، فيما المقاومة مستمرة بعملياتها النوعية ومفاجآتها، فالصواريخ دكت مجددا اللد والرملة وأبقت أبواب الملاجئ مشرعة. وإلى جانب غزة تبقى العين على الداخل المشتعل في الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية التي بدأت التحركات الشعبية فيها. المشهد اليوم نرصده مع نيفين أبو رحمون، عضو كنيسة سابق. أهلا ومرحبا بك سيدة نيفين عبر شاشة الميادين. إذا أبدأ معك سيدة نيفين، لا أعلم إذا كنت تسمعينني الآن. نعم 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 أسمعك. يائير لابيد الرئيس المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية وصف ما يحصل في أراضي 48 أو في الشوارع بأنه تهديد وجودي. كيف يمكن أن نوصف ما نتابعه خلال الأيام الأخيرة في اللد ويافا وحيفا وغيرها من المناطق؟ صحيح، يعني ما يحدث في الداخل هو يربك إسرائيل، يحدث تغيير في الخارطة السياسية في التعامل مع الفلسطيني، خصوصا أن إسرائيل منذ النكبة وهي تراهن كل مرة من جديد على جيل شاب معزول تماما عن شعبه عن قضيته، إلا أنه كل مرة في أي محطة تاريخية سياسية وطنية يكون هناك حضور شبابي مهيب في الهبات الشعبية، ويلتحم الداخل مع كل فلسطين التاريخية من أجل أن تكون له مقولة واحدة، أننا جزء أصيل من هذا الشعب الفلسطيني. وبالتالي النزول إلى الشارع في هذه المرحلة تحديدا كان التحام مع ما يحدث في القدس، مع حي الشيخ جراح، ومع كافة ما حدث أيضا داخل المسجد الأقصى. هناك مظاهرات للدفاع عن القدس في الداخل كتحصيل حاصل، كمشهد طبيعي، تجسيدا للكل الفلسطيني الذي يعيش في نهاية الأمر تحت نفس المنظومة الاستعمارية ويعاني منها يوميا، سواء إذا تحدثنا عن العقلية الاستيطانية من خلال إحكام السيطرة على الحيز الفلسطيني بفعل المصادرة، بفعل محاولات بسط السيطرة الإسرائيلية أو تثبيت الاستيطان حتى في المدن يعني التاريخية الساحلية أيضا. اسمحي لي سيدة نيفين، أنت دائما معنا، ولكن الآن ننقل صور من على الحدود الأردنية الفلسطينية، حيث هناك تظاهرات دعما لفلسطين، دعما لغزة، دعما للقدس. إذا هذه المشاهد من الحدود الأردنية الفلسطينية. وهذه الأعلام الفلسطينية، نذكر بأنها من الحدود الأردنية الفلسطينية، حيث هناك تظاهرة نصرة لفلسطين، وليس جديد أبدا على الأردنيين التعبير عن دعمهم ومناصرتهم للقضية الفلسطينية. أولادك
سيدة نيفين، تعليقا على هذه المشاهد التي تردنا من الحدود الأردنية الفلسطينية، يعني التظاهرات عمت أكثر من مدينة عربية وحتى عالمية نصرة لفلسطين. نتحدث عن تظاهرات في شوارع أمريكا، في لوس أنجلوس، في شيكاغو، في كاليفورنيا، في واشنطن. كان هناك أيضا تظاهرات في لندن، في كيب تاون، في أكثر من بلد حول العالم. هذه التظاهرات أتحدث معك عن أهميتها، ماذا تعني لكم وأهدافها، يعني علما أنها تكون تظاهرات عفوية إذا صح التعبير، ولكن لها رسائل مهمة جدا في هذا الموضوع. صحيح، بكل تأكيد، يعني خصوصا في ظل تواطؤ الأنظمة العربية والهرولة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، تبقى المقولة في نهاية الأمر إلى الشعوب العربية، ونحن نعول كثيرا على الشباب العربي في الوطن العربي، على الشعب العربي. هذا يعني هو المشهد الطبيعي، نصرة للقدس، نصرة للقضية الفلسطينية، للقضية العادلة الإنسانية الأخلاقية. وبالتالي نحن نرى أيضا متضامنين أجانب في العالم ككل من أجل نصرة قضية فلسطين، خصوصا أن ما يحدث الآن هو إعادتنا تماما إلى مشهد النكبة بكل ما يتعلق في الترحيل والتهجير القسري، ما يحدث في حي الشيخ جراح، الاعتداءات على المسجد الأقصى، على محاولة انتزاع السيادة الفلسطينية على الحيز الفلسطيني، وما يحدث أيضا في المدن التاريخية في الساحلية عمليا المحتلة، التي تحاول إسرائيل كل مرة من جديد تثبيت الاستيطان بها. اليوم هي تكشف عن وجهها الحقيقي من خلال طعن أبناء وأهلنا في هذه المدن تحديدا. لذلك هذه المشاهد تعطي إضافة نوعية للهبة الشعبية الفلسطينية وما يحدث، هي دعم نفسي ومعنوي، وهذا ما ينقصنا الآن في الوطن العربي حقيقة. يعني نحن نحتاج إلى صوت عربي صادق يناصر قضيتنا، يناصر الفلسطيني في غزة، يناصر الفلسطيني في كل مكان. يعني نتحدث عن هبة شعبية تتجاوز الحدود، يعني تتجاوز الجغرافيا التي حددها الاحتلال لنا. واليوم نحن أمام سياسة واحدة، سياسة احتلال تندرج كل مرة من جديد على شكل مختلف أمامنا، ونحن نناضل كل مرة من جديد من أجل إحقاق هذا الحق لنا كشعب فلسطيني. سيدة نيفين، اسمحي لي سنواصل الحوار معك، ولكن نتوجه مباشرة إلى غزة مع مراسل الميادين أحمد شلدان. أحمد، مرحبا بك، وما هي آخر المستجدات لديك؟ نعم، فيما يتعلق بآخر المستجدات، هي غارة إسرائيلية استهدفت المناطق الغربية من مدينة رفح. هناك هدوء حذر بشكل عام باستثناء بعض الغارات المتفرقة، وأيضا بعض صليات أو الرشقات الصاروخية التي تخرج. عندما نقول هدوء حذر، فنحن عندما نقارن هذه الساعات بغيرها من باقي اليوم أو من الأيام السابقة، والتي عادة ما تشهد تصعيدا إسرائيليا كبيرا وردودا للمقاومة أيضا تكون كبيرة، ولذلك حتى هذه اللحظة ما تم تسجيله هو غارة إسرائيلية غرب رفح خلال الساعة الماضية، إضافة أيضا إلى غارات في منطقة حي الدرج استهدفت مخزنا، على ما يبدو اشتعلت النيران في هذا المخزن، وكانت هناك رشقات صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات الغلاف. قبل ساعة من الآن أعلنت كتائب القسام بأنها قامت باستهداف مصنع للكيماويات في منطقة أشكول بطائرة انتحارية من نوع شهاب، وهذا النوع من الطائرات كشفت عنه الكتائب بالأمس في بيانها في بيان صحفي، وكذلك قامت بنشر مقاطع مصورة لهذه الطائرات، إضافة إلى مقطع مصور نشر بالأمس أثناء تنفيذ الطائرة مهمة خلال ساعات الأمس أو خلال الأمس الخميس. نشرت كتاب القسام فيديو أثناء تنفيذ هذه الطائرات لمهمة، هذه المهمة كانت مجهولة، ولكن ما أعلنته الكتائب بأن هذه الطائرات استهدفت منصات الغاز في عرض البحر، ومن المنطقي أن تستخدم الطائرات في استهداف المنصات كونها صغيرة المساحة على منطقة بعيدة بالكاد ترى بالعين المجردة. هناك أيضا خبر وردنا قبل قليل من كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قالت فيه بأن قصفت نحل عوز وسيدي روت وعسقلان برشقات صاروخية مختلفة منذ الصباح. طبعا هذا هو
هذه هي وحدة العمل الميداني بين الفصائل الفلسطينية، هناك توزيع أدوار وهناك تكامل بين الجميع، الجميع يشارك في التصدي لهذا العدوان، لا يوجد حضور لأحد على حساب أحد أو غياب أو تخلف لأحد عن هذه المعركة التي سميت بسيف القدس دفاعا عن مدينة القدس. نعم أحمد، أنت دائما معنا بطبيعة الحال خلال هذه الساعة من التغطية المتواصلة على شاشة الميادين. نلاحظ بأن هناك صورة أيضا من طرابلس شمال لبنان، حيث هناك تظاهرة أيضا نصرة للقدس. على أن تنضم إلينا بعد قليل زميلتنا غراسيا بيتار لتخبرنا أكثر عن هذه الفعالية وتستمزج آراء المشاركين في هذه التظاهرة نصرة لفلسطين. سيدة نيفين، أنت دائما معنا، سنحاول سويا استعراض أهم ما جاء في الصحف العالمية والعربية حول ما يجري اليوم في فلسطين. البداية أو الحدث الفلسطيني بكل جوانبه تصدر صفحات الإعلام الغربي من ترسانة المقاومة إلى ضعف موقف المتطوعين، فيما التركيز الأكبر كان على الهبة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48. الواشنطن بوست وصفت التظاهرات في هذه البلدات بالأكبر منذ عقود، ونقلت قلقا بأن تؤدي الأحداث إلى حرب داخلية. الصحيفة ربطت غضب الفلسطينيين في تلك البلدات بالواقع الذي يعيشونه من تمييز وفصل في الحياة اليومية. الصحيفة لفتت إلى أن الأحزاب أو القوائم العربية التي تمثل تلك المجتمعات تكتسب المزيد من النفوذ السياسي. دائما مع الصحف الأجنبية، وننتقل إلى فورين بوليسي التي كتبت في السياق نفسه أن عقودا من الجهود لتقويض هوية الفلسطينيين قد فشلت، فالذاكرة التاريخية قوية وتدمير القرى ما كان ليمحوها. من الصعب معرفة لماذا خرج الفلسطينيون إلى الشارع اليوم وليس من قبل، ولكن من الواضح أن مجموعة من العوامل حفزتهم على تأكيد موقفهم ضد السلطات الإسرائيلية التي تنفي واقعهم بمجرد وجودها. المقترحات والمخططات لحل الصراع يمكن أن تملأ غرفة بكاملها، لكن لم تقترب يوما من تحقيق السلام، هذا بحسب الفورين بوليسي. أعود إليك سيدة نيفين وأنقل هذا السؤال الذي سألته فورين بوليسي. من الصعب معرفة لماذا خرج الفلسطينيون إلى الشارع عفوا اليوم وليس من قبل، لماذا؟ يعني اولا كاين يعني نجيب على هذا السؤال، يجب وضع السؤال ايضا في سياق النكبه. يعني الحديث لا يمكن اجتزاء اي غضب للداخل من سياق النكبه، الغضب الحالي هو ناتج عن ظروف حاليه ولكن هي تبعات النكبه حتى اليوم. نتحدث عن سياسات الإفقار، سياسات التمييز، ولكن بنهايه المطاف نحن ايضا نعاني من نظام أبارتهايد، نظام يبني نفسه على منظومة استعمارية يتعامل معنا بسياسات القمع، بسياسات البطش، كما يتعامل مع الفلسطيني في القدس وفي كل مكان أيضا، ولكن السياسات تختلف. إضاءة أخرى أيضا، يعني نقطة مهمة، أنه الفلسطيني تحرك أيضا في الانتفاضة الثانية في الداخل، وكان له حضور كبير جدا. يعني شكلت الانتفاضة الثانية، انتفاضة القدس والأقصى، محطة سياسية وطنية مفصلية أمامنا وأمام علاقتنا مع هذا الكيان، وبالتالي هذا أيضا جعل إسرائيل تعزز من مشاريع الأسرة لأمام الجيل الشاب، لأنه كل مرة من جديد هو يفاجئ إسرائيل بتشبثه بهويته بشعبه بقضيته. يعني هي تحاصر الشاب الفلسطيني من خلال مناهج الأسرة في المدارس العربية، إلى جانب يعني الملاحقة السياسية والاعتقالات، ولكن كل مرة من جديد هو يعيد نفسه إلى الخارطة السياسية وإلى المشهد الفلسطيني العام، لأنه جزء من هذا الشعب. والآن هذا التحرك هو كتحصيل حاصل نصرة لما يحدث في حي الشيخ جراح. قلت لك إنه هذا يعيدنا إلى مشهد النكبة. صحيح. وأيضا يعني بعد الاعتداء على المرابطين والمرابطات في الأقصى، ونحن ننظر إلى هذا الرباط كفعل مقاومة أمام الاحتلال، وبالتالي من انتفض في الداخل هم أيضا أبناء وبنات هؤلاء المرابطين والمرابطات، وبالتالي هي صورة متكاملة، صورة الكل الفلسطيني. هناك يعني مد شعبي رهيب هذه المرة، حضور شبابي لا يهاب، يعني رغم كمية الاعتقالات والمصابين والجرحى والتحقيقات، يعني هناك وحشية كبيرة. وما يحدث أيضا في اللد والرملة ويافا موازاة طبعا من عصابات الاستيطان والاعتداء على بيوت
الفلسطينيين. هذا جعلنا أيضا يعني هناك دافعية أكبر لتنظيم طيب. نفسنا لحماية أحيائنا العربية خصوصا نعم. في هذه البلدات، وأيضا يعني نحن نريد استثمار هذه الهبة الشعبية، لأنه هناك معنى وطني وسياسي أيضا لهذه الهبة، وهي ليس فقط هبة غضب عادي. سنتحدث نريد نعم. أن نستثمر هذا أيضا. نعم سنتحدث عن كيف يمكن استثمار هذه الهبة الشعبية، ولكن تحدثتي عن اللد بالتحديد. نتنياهو كان في اللد منذ ساعات قليلة وقال للشرطة هناك سنزودكم بكافة الأدوات الضرورية، وقال لابد من ممارسة القوة بمعنى القدر الكبير جدا من القوة وسنمارسها. ما المتوقع؟ صحيح، اولا في الليالي والايام الاخيره ما يحدث في اللد خطير جدا، خصوصا ان هناك تعتيم اعلامي ايضا، يعني نحن نتواصل مع الاهل هناك بشكل شخصي، من يستطيع يعني يرسل لنا بعض الصور والفيديوهات والى اخره، ولكن صدقا هناك خطوره على حياه الاهل، اولا من العصابات المنتشره في الشوارع يعني المستوطنين، وهناك مجموعات منظمه تقوم بتنظيم باص وتحديد موعد مسلحة طبعا، وتأتي بهدف الاعتداء على أهالينا هناك، إضافة إلى ذلك إلى نفس يعني نتحدث عن نفس المنظومة، يعني هناك رجال شرطة وقوات مسلحة تحمي المستوطنين وتعتدي في نفس الوقت على أهلنا في اللد. ما يحدث هناك حكم عسكري، أعادنا هذا المشهد إلى الحكم العسكري، حظر تجول، اعتقالات، يعني الدخول إلى بيوت الناس واعتقالها لمجرد انها صورت او انها يعني عبرت عن غضبها. صحيح. وبالتالي يعني يجب ان يكون اهلنا هناك بحذر، يعني نتوخى الحذر لاهلنا. ما يحدث هو تحريض ايضا من نتنياهو، يعني نتنياهو يحاول ان يبحث عن اشاره نصر له في ظل ما يحدث حوله من الخارطة الفلسطينية، هناك لا. المقاومة في غزة والقدس صامدة والحي الشيخ جراح وأيضا الداخل يربك نتنياهو ويعري إسرائيل أيضا، يعني إسرائيل ليست كما لا. تصور نفسها كديمقراطية وتتعامل مع الفلسطيني بشكل، يعني إسرائيل تكشف عن صورتها الحقيقية من خلال اسمحي لي سيدة سياسات القمع نعم. والبطش أيضا. سنتحدث أكثر عن مدى ترنح نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والارتباك في مراكز القرار في إسرائيل، ولكن اسمحي لي بأن أنتقل إلى مراسلتنا غراسيا بيطار من طرابلس شمال لبنان، حيث دعا رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي إلى حشد شعبي دعما للقدس ولفلسطين. مرحبا بك غراسيا، وهلا نقلت لنا أجواء هذه الفعالية لديك. صباح الخير يارا، بالفعل نحن في طرابلس شمال لبنان أمام دارة رئيس تيار الكرامة الوزير السابق النائب فيصل كرامي. الحشد يتزايد تباعا، بعد حوالي يعني 10 إلى 15 دقيقة سوف يكون هناك كلمة للنائب فيصل كرامي يحاكي فيها القدس وهبة القدس. هذه الوقفة التضامنية يعني لها رمزية كبيرة يارا، أولا لأنها من طرابلس شمال لبنان، هذه المنطقة التي يعني كثير من الأفرقاء السياسيين في الداخل والخارج استغلوا هذه المنطقة، لعبوا على أوتار فيها طائفية صحيح. مذهبية فئوية وما شأنا، ولكنها اليوم تتوحد في كلمة واحدة من أجل فلسطين ومن أجل المقدسيين ولهذه القضية التي تجمع كل العرب. هناك رمزية أيضا لأصحاب الدعوة الكرامي، يعني النائب فيصل كرامي وتباعا يعني إذا عدنا إلى أجداده من عبد الحميد كرامي الذي قاوم الاستعمار الفرنسي وصولا إلى الحفيد فيصل كرامي، هناك مواصلة لمقاومة الاستعمار بجميع أشكاله. الاحتلال الأقوى في زمننا هذا ومنذ أكثر من قرن هو الاحتلال الإسرائيلي. هذه الدعوة تقول أنه الفلسطينيون لن يكونوا يتامى، ليسوا وحدهم، هناك شعب لبناني يقف إلى جانبهم، هناك الطرابلسيون
بكل فئاتهم رغم الحرمان الذي تعاني منه هذه المنطقة والفقر ويعني كل المناوشات التي كانت تتخلل كل فترة من الفترات يارا، سواء أحداث 2007 ومخيم نهر البارد، سواء يعني اللعب على الوتر الطائفي من كل حين إلى حين من مختلف الأفرقاء، ولكن في النهاية نحن في طرابلس أقصى شمال لبنان وجارة سوريا العروبة. صحيح. طرابلس العروبة هي لقبها التاريخي. إذن فلسطين حاضرة في طرابلس، وبهذه الوقفة يعني تسقط جميع الأقاويل وجميع ما يعمل عليه جيش جرار من إعلام واقتصاد وسياسة في بعض العالم العربي وفي العالم لتهميش هذه القضية، لتشويهها، للقول إنها لم تعد في وجدان اللبنانيين أو في وجدان العرب، ولكن مثل هذه الوقفات تشكل جزءا من الصورة متكاملة في كل الوطن العربي والعالم. فالقضية الفلسطينية يارا يقول كل من يشارك في هذه الوقفة هي قضية عالمية، هي نصرة المظلوم على الظالم. هذا نعم الظلم جراس. الذي يستمر لسنوات وعقود ولكنه لن يقوى على يعني إسكات صوت الحق. بعد قليل إذن يارا سوف نستمع إلى كلمة للنائب فيصل كرامي يحاكي فيها هذا الموضوع، وقد أجرنا معه مقابلة منذ قليل. أشكرك يعني جراسيا. نعم زمن التطبيع. شكرا لك جراسيا بيطار، كنت معنا من طرابلس شمال لبنان، على أن تبقى الصورة صورة هذه الفعاليات. ولكن اسمح لي بأن أنتقل مباشرة إلى هذه التظاهرة التي كانت على الحدود الفلسطينية الأردنية. يبدو أن هناك نوع من خلونا نصلي تحت يعني من الواضح بأن المتظاهرين هم غاضبون. رد سريع إذن يبدو أن هناك بعض من المناوشات مع عناصر من الشرطة في هذه التظاهرة على الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للقضية الفلسطينية، حيث تعلو الأعلام الفلسطينية والهتافات نصرة للقدس ولفلسطين. إذن هذه المشاهد من الحدود الأردنية الفلسطينية. حيث هناك منع للمتظاهرين من الوصول إلى الشريط الشائك وإلى نقطة الصفر في الحدود. إذن على أن تجهز الصورة بعد قليل نواصل استعراض أهم ما جاء في الصحف العالمية حول ما يحصل في فلسطين، وإلى مسألة سلاح المقاومة التي كتبت عنها نيويورك تايمز وأكدت أنه على الرغم من قدرة المراقبة الإسرائيلية تمكن الفلسطينيون في غزة من تجميع ترسانة كبيرة من الصواريخ ذات المدى المحسن. عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها كل يوم غير مسبوق، بعد المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن دهشتهم من شدتها ومداها. هذه الصواريخ يتم تصنيعها وتجميعها في غزة من أجزاء مهربة أو مصنعة محليا عبر إعادة استخدام أنابيب السباكة، والقطع المنتزعة من قنابل إسرائيلية لم تنفجر، هذا بحسب نيويورك تايمز الأمريكية. أما الفاينانشال تايمز البريطانية فتنقل بدورها مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من أن حماس أمضت السنوات الأخيرة في تكوين ترسانة من الصواريخ وقذائف الهاون وغيرها، وقد أظهرت مداها بشكل جيد الضربة تلو الأخرى. تبدو الحركة مصممة على هزيمة صواريخ القبة الحديدية التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات. وأخيرا مع
إسرائيل تعلن توغلها البري في غزة ثم تكذب الخبر، هذا ما توقفت عنده لو فيغارو الفرنسية وسألت هل هي حرب نفسية أم مجرد خطأ. الصحيفة قالت إن هذا الإعلان أثار المخاوف من تصعيد جديد. الجيش الإسرائيلي حشد الدبابات والمركبات المدرعة على حدود القطاع. وزارة الأمن أعطت الضوء الأخضر لاستدعاء آلاف العناصر عند الحاجة. قبل أن نعلق على هذه الصحف مع السيدة نيفين، ننتقل مباشرة إلى الزميلة لنا شاهين وهي معنا من غزة لتنقل لنا من عمان، عفوا يعني اعتدنا على القول بأن لنا شاهين هي معنا من غزة. لنا أنت معنا من عمان للتعليق على ما يحصل على الحدود الفلسطينية الأردنية. نعم مايا، يعني فعاليات شبابية وتحت عنوان يلا على الحدود، أطلقت قبل نحو ساعة من الآن دعوات للتوجه إلى الحدود، وذلك تضامنا مع القدس ومع أهالي الشيخ جراح وأيضا مع غزة. هذه المظاهرات سوف تنتقل من جميع المحافظات الأردنية، وسوف تكون هناك نقطة للانطلاق ونقطة أيضا للتجمع. منطقة التجمع سيكون عند الحدود الفلسطينية الأردنية أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة في الأغوار الجنوبية، وهي تابعة لمحافظة الكرك أيضا. هذه الفعاليات جميعها ستكون بعد أداء صلاة الجمعة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لوقف العدوان الإسرائيلي إن كان على غزة وإن كان على جميع المدن الفلسطينية وأيضا بشكل خاص على القدس وأيضا أهالي الشيخ جراح. على مدار الأيام الماضية كانت هناك فعاليات، اليوم أيضا سيكون هناك فعالية كبيرة جدا في عمان، وهذه الفعالية دعت لها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وهي رسالة لأصحاب القرار بإلغاء هذه الاتفاقية وتحت عنوان أوقفوا تمويل الإرهاب الصهيوني. شكرا لك مراسلة الميادين لنا شاهين، كنت معنا من عمان. أعود إليك سيدة نيفين بالحديث عن القوى العسكرية للمقاومة التي تحدثت عنها أكثر من صحيفة أجنبية. قادة في المقاومة وجهوا رسائل مباشرة للفلسطينيين في أرض 48، كيف تلقيتم هذه الرسائل؟ يعني واضح أن المقاومة لها استراتيجية في هذا المشهد الآن، يعني هناك علاقة تكاملية مع ما يحدث في الداخل والمقاومة في غزة وكذلك في القدس، يعني هناك علاقة تكاملية أمام إسرائيل وبالتالي هذا يربكها أيضا. باعتقادي ما يحدث الآن من تحرك في الشعوب العربية هو يعني سيكون إضافة نوعية أمام هذا المشهد، خصوصا أننا نعيد مكانة القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وأنها هي بوصلة الشعوب العربية وليس كما يصور لنا الأنظمة العربية من خلال علاقات التطبيع التي قامت بها مع الاحتلال الإسرائيلي والتي صورت وكأنه عزل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها بالكامل. لذلك يعني في هذا التوقيت بالذات يعني وللتاريخ أقول أنه هذا سيعيد مكانة القضية الفلسطينية أيضا أمام العالم وأيضا أمام الاحتلال الإسرائيلي. يعني شرع الاحتلال أيضا أخذ تم أخذه من خلال كل اتفاقيات التطبيع واستقواءه أمام الفلسطيني في غزة وفي الداخل وفي كل مكان. الآن تحرك الشعوب هذا يعيدنا إلى علاقة مختلفة، يعيد هذه القضية إلى مكانها الصحيح. وأيضا عمليا كل الحديث في الصحافة الأجنبية أيضا حول كل موضوع ما يحدث في الداخل والاهتمام هذا يعني يفضح منهجية إسرائيل في التعامل مع الفلسطيني، مقابل أنه إحنا نؤكد أن هناك ما زال قضية فلسطينية حية وفاعلة ونحن ننتصر لها وننزل إلى الشارع من أجل نصرة ما يحدث في كل مكان أمام سياسات الاحتلال والقمع وسياسات الاستيطان. وبالتالي هي صورة متكاملة. باعتقادي سيكون هناك تطور، وأولا استثمار
ما يحدث في الشارع، يعني النزول إلى الشارع هو استراتيجيا مهم يجب استثماره ويجب العمل عليه من خلال بناء مرجعية سياسية وطنية تجمع الشباب الفلسطيني في كل مكان، وهي أحد دروس الهبة. يعني هبة القدس الآن لديها دروس للاحتلال وأيضا لنا نحن كشعب فلسطيني. الأجيال الشابة، الأجيال الجديدة توحدنا كفلسطينيين. بالحديث عن الأجيال الشابة، نعم، بالحديث عن الأجيال الشابة سيدة نيفين، اسمح لي بأن أشارك معنا في هذه التغطية الناشطة السياسية سمر عزايرة، هي معنا من الناصرة. مرحبا بك سمر عبر شاشة الميادين. أهلا فيك. أهلا. هل نقلت لنا ما الذي يحصل وما الذي حصل خلال الأيام الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 48، هذه الهبة إذا صح تعبيرها من الداخل؟ اللي عم بيصير حكينا عنه كل قضية إنه في عنا شعب اللي هو مترابط مع شعبه قاعد بدافع عن حقوقه عن كرامته عن أراضيه عن باقي أراضيه اللي ضلت من بعد الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق إنه ننزل عن الشوارع نعبر عن رأينا ونحكي إنه إحنا شعب واحد، اللي إحنا عمليا فلسطينية كشعب واحد. إحنا جربوا يهودونا، جربوا يأسرلونا، بعدنا عم نحكي على شعب واحد. دايما عم بقول اللي عم بيصير إنه عم ننزل على الشوارع، عم بضربوا علينا غاز مسيل للدموع، وصلت بعدين الرصاص المطاطي، وفي مناطق زي أم الفحم واللد عم بزتوا كمان عم بضربوا بالرصاص الحي على المتظاهرين. بالمقابل كمان عم بينزلوا اليهود المتطرفين على الشوارع على مدننا وقرانا العربية وعلى المدن المختلطة، بهاجمونا بحماية الشرطة الإسرائيلية وبحماية الجيش الإسرائيلي، وعم بيقولوا الموت للعرب، معهن سكاكين ومعهن سلاح حي كمان اللي عم بيطخوا فيه على الناس العرب، عم بيفوتوا على بيوتهن، عم بيخربوا بيوت، عم بزتوا عليهن غاز مسيل للدموع، وكمان مش عم بيخلوا قوات الهلال الأحمر إنه تنزل وتساعد الناس اللي هي متصاوبة. وهذه جزئية خطيرة جدا ذكرتها، يعني تتحدثين عن أنهم مسلحون ومعهم سلاح أبيض أي سكاكين يعتدون على الفلسطينيين في داخل بيوتهم على مرأى من شرطة الاحتلال. نعم، ومش بس، وكمان الشرطة عم بتدافع عنهم، وكمان عم بتخلينا حتى لو حدا يقرب عليهم مش عم بيخلوهن علشان يحموهن هن، وعم بيعتقلوا ناس منا احنا بدل ما يعتقلوهن هن بالعكس عم بيدعموهن باللي عم بيعملوه، وعم بيمنعوا الاشخاص الدكاترة والاسعاف انه يوصل للناس عشان يسعفوها. نعم، اسالك ايضا، هذا الامر وكل هذه الاعتداءات هل تخيفكم أم أنكم مستمرون في كل هذه الفعاليات؟ اللي صار عمليا اللي عندنا هي معركة كرامة، هي معركة حياة، احنا بدنا نعيش، احنا بنحب نعيش، بس السؤال اي حياة بدنا نعيشها؟ هل بنضلنا عايشين تحت احتلال؟ هل بنضلنا عايشين بمحل يخترق كل حقوق الانسان ولا لا؟ احنا اخترنا انه ما نعيشش بمحل يخترق حقوق الانسان، احنا ناس بدنا نعيش، نعيش مع حقوق، بدنا ناس نعيش، وعندنا شعب فلسطيني، عندنا لاجئين، احنا امتداد لكل الاشياء اللي صارت من 48 وقبل 48، حتى اسا الاشياء اللي عم تطلع انه نتنياهو صرح بانه يكون في اعتقالات ادارية بقلب فلسطينية الداخل، وهي الاعتقالات احنا بنعرف انه مرجعيتها الانتداب البريطاني، عم بيرجعونا لحكم عسكري، عم بيحكوا انه الوحدات العسكرية والجيش كمان يفوت على مدننا وقرانا العربية علشان يمنعنا انه حتى نطلع من بيوتنا، كل سياسة العسكر عم ترجع وتمنعنا كأنه انه نمارس حقنا الطبيعي بانه احنا ندافع عن ارضنا بكل محل موجودين فيه، بغزة وبالضفة وبالقدس بكل محل. سمر، ربما هي المرة الأولى التي نستمع لأصوات من هم من جيلك، يعني من هم لم يعايشوا لا 48 ولا 67. هذه الأصوات ربما فاجأت الكثيرين وفاجأت العالم، لأن إسرائيل حاولت خلال السنوات الماضية، يعني حاولت إذا صح التعبير فرض سردية معينة تقول بأنها دولة ديمقراطية، مواطنيها متساوون في الحريات وإلى ما هنالك. هذا الصوت أنت ربما تعرفين جيدا مدى أهميته، هل نقلت لنا وجهة نظرك للأمور؟ اللي عم بيصير في عنا جيل رابع للنكبة، جيل رابع عم نحكي على أطفال صغار، على أشخاص اللي هن بصفوف العواشر اللي عم ينزلوا على الشوارع، مش بس عم نحكي على أشخاص اللي هن عمرهم بالعشرينات والثلاثينات والأربعينات، في جيل اللي هو عم بيشهد المشهد اللي عم بيصير، في جيل اللي هو تربى على كل قضية الانتفاضة مع رغم كل سياسات التهويد اللي عم بتكون عنا بالمدارس تبعتنا، هذا الجيل اليوم عم بيقول إحنا دورنا نكمل، إسرائيل جربت تهودنا وجربت تزرع بيناتنا أسلحة علشان قضية العنف وإحنا نقتل بعض، وهذا العنف وهاي
التجهيل وهاي انتهاك الحقوق لمدار كل هاي السنين رجعت على إسرائيل اليوم، رجعت على الاحتلال اليوم بقلب الشوارع العربية بكل الانتهاكات اللي عم بتصير نتيجة التسلسل التاريخي اللي احنا عشناه كلياته عم بيرجع وعم بنزل. الانتفاضة تبعت الأقصى اللي كانت بال2000 اليوم بعدها مستمرة، النكبة اللي صارت هي بعدها مستمرة، وهذا الوضع اليوم عندنا في الداخل، وهيك رح يضل الوضع حتى لو جربوا يأجلوا المحكمة تبعت الشيخ جراح علشان يعملوا تنفيس عنا. احنا عم نقول احنا بعدنا نازلين، احنا مش رح نوقف. الشيخ جراح اليوم هي امتداد لكل سياسات إسرائيل اللي هي عم بتجرب تبيض صورتها، وأكتر شغلة عم نحكيها اليوم إيانا قاعدين بالمحاكم عم بلفقوا للمعتقلين تهم، عم بيمنعوا أهليهن يفوتوا، وفي ناس كمان انضربت بقلب التحقيقات علشان تعترف على شغلات وتنزلنا على بعض، وكل هذا في عنا عم بيكون وعي عشان نوقف ضده، عم نجرب نشتغل لأنه فيش عنا مؤسسات تشتغل هذا الشغل، عم نجرب ننظم حالنا. سمر، نتنياهو يقول بأنه يريد أن يستخدم المزيد من العنف للجم ما يحدث، يصف بأن ما يحدث هو يعني أنتم تمارسون العنف، تخترقون القانون وإلى ما هنالك، ونحن نعلم بأنه عندما يقول ذلك بأنه لا يوجد أحد يحميكم، كيف ستتصرفون؟ هذا اللي عم نحكيه، انه احنا عمليا عم نعطي ردة فعل طبيعية اتجاه انتهاكات حقوق الانسان. عم ننزل دولة ديمقراطية، عم ننزل نعبر عن راينا يا عمي، ننزل نعبر عن راينا. اصلا اللي عم بيصير بيكون في عنا الجنود عم ببلشوا يزتوا علينا غاز مسيل للدموع قبل ما نحكي شو راينا، قبل ما نقول فلسطين حرة، عم بينزلوا بزتوا علينا غاز مسيل للدموع عشان يفرقونا وعشان يقولوا انه كانه فيش عنا ردود فعل في الداخل، كانه فيش انتهاكات لحقوق الانسان. اللي عم نجرب نسويه عم نجرب ننظم حالنا، محامي المتطوعين، عمال اجتماعيين اللي عم بحاولوا يعطوا ويدعموا أهالي المعتقلين، عم نحاول كمان نشتغل على الإعلام الغربي عشان نحاول قديش ممكن ونبعث لدبلوماسيين أجانب على أساس نقدر نساعد حالنا. عم نجرب ننظم حالنا بحالنا، لأنه حتى لو إحنا ردينا بعنف زي ما هني يدعوا صاروا لمينا، وصاروا أصلا كل شخص اللي هني عم بجرب يقول رأيه عم بتخو عليه رصاص حي كمان، فكيف بدنا نلحق أصلا نمارس العنف لما هني عم بشلونا قبل ما نيجي نحكي رأينا؟ سمر، تقولين بأنكم ربما ترسلون رسائل إلى الخارج، تريدون يعني نقل الحقيقة كما هي لدول في الخارج. اليوم هناك تظاهرات خرجت في أكثر من مدينة ومن منطقة غربية وعربية نصرة لقضيتكم، كيف تتفاعلون مع هذه الفعاليات؟ التفاعل اللي عم بيصير هو اصلا انه الناس لحالها عم تطلع بكل المدن والقرى العربيه، مش بعد المدن والقرى العربيه، حتى المدن اللي جربوا يشتغلوا عليها ويلموا شبابها على الجيش عم تطلع. في اشخاص اللي هن قدروا يضحكوا عليهم من الفلسطينيين في الداخل وفوتوهم على الجيش، اليوم عم بيستقيلوا من جهاز الشرطه والجيش لانه عم بيشوفوا القمع اللي عم بيصير. حتى الناس اللي جربت تغطي عيونها عن الحقيقه وعن ديمقراطيه اسرائيل الكذابه اليوم عم بتشوفها وعم تطلع من الاجهزه تبعتهم. في اللي صار هو زاد الوعي واتجاه انتهاكات حقوق الإنسان اللي عم بتصير بإسرائيل، حتى عندهم في الداخل بقلب الجبهات تبعتهم عم بينزلوا على بعض لأنه عارفين إنه القضية تبعتنا قضية عادلة، عم ينزلوا على بعض إنه الناس عم بجربوا يلموا جنود احتياط اللي هن مش قابلة تنزل قسم منها نتيجة اللي عم بيصير. حتى هن في أشخاص اللي منهن رافضين اللي عم بيصير من محل إنساني، لأنه حتى لو كوننا مش فلسطينية مش عرب في جانب إنساني عم بيصير واضح بالقضية الفلسطينية عنا. نعم، ابقي معنا لو سمحتي سمر. أعود إليك سيدة نيفين أبو رحمون، عضو السابق في الكنيست، يعني لاحظت بأنك توافقين على ما تقوله الشاب سمر، وأسمع منك تعليقا على ما تفضلت به. أكيد، يعني سمر ومن معها يمثل جيل شباب فلسطين اللي رهنت عليه إسرائيل من 48، وخصوصا من تبعات انتفاضة القدس والأقصى اللي رهنت على شباب يكون معزول تماما عن قضيته وعن شعبه. وبالتالي يأتي الرد اليوم من الشارع من هذا الجيل، جيل جديد يعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح. يعني شباب بوصلته القدس، بوصلته فلسطين، لا يهاب هذه الاعتقالات. يعني كما تحدثت سمر، هناك يعني هجمة وحشية حقيقة على شبابنا وعلى الصبايا وعلى أهالينا، المجرد أنهم نزلوا على الشارع ويعني أرادوا التعبير عن هذا الغضب نصرة للشيخ جراح وللقدس ولكل ما يحدث في المنطقة الفلسطينية. لذلك التعويل هو على هذا الجيل،
أن يعيد المعادلة، أن يعيد تركيب أوراق إسرائيل من جديد في التعامل مع الفلسطيني. هذا الجيل الذي يوحد الفلسطينيين، يوحد مشروعنا الوطني أيضا، خصوصا في ظل انعدام مشروع سياسي فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال ومواجهة سياسات الاستيطان. وباعتقادي يعني هذا الجيل من الفلسطينيين في كل مكان، يعني في فلسطين التاريخية، يتجه نحو يعني استعادة النضال القومي ضد إسرائيل ومشروعها القائم بالأساس على التمييز العنصري، على الاحتلال العسكري والدموي أيضا والاستيطان بشكل عام. وخصوصا أنه يعني إسرائيل سياساتها القديمة الجديدة يعني لا يفاجئنا، يعني هي بشكل دائم تحاول تدجين جيل الشباب، تحاول أن تفرض عليهم واقع مؤسرل من خلال المدارس العربية، تتعامل مع المدارس كآلية سيطرة على شبابنا، على المجتمع الفلسطيني في الداخل. ولكن اليوم نحن نرى أن الشابات والشبان يعيدون معنى الحركة الوطنية، يعني في القدس وفي يافا وحيفا والناصرة ورام الله وغزة، يعني يستخدموا حتى أدوات حديثة في التعبير عن هذا الغضب. مهم جدا الاستثمار في هذه الهبة، هبة القدس لها معنى وطني وسياسي كبير. نحن كيف يمكن الاستثمار في هذه الهبة في الداخل الفلسطيني؟ أولا مهم جدا تنظيم نفسنا على أساس وطني، على أساس قومي، يعني كما تحدثت سمر هناك مبادرات شبابية في ترتيب نفسنا بنفسنا، تنظيم أنفسنا. ولكن يجب أن تكون لدينا أيضا مرجعية سياسية وطنية من خلال تثبيت هذا النضال الشعبي الكفاحي. ما يحدث الآن في الشارع هو مبارك، يجب استثماره أمام الاحتلال، استثماره أمام سياسات إسرائيل بشكل عام، وأيضا فلتان المستوطنين في الشوارع. هناك خطورة حقيقية، نحن يعني نناضل بشكل كامل أمام ما ولكن يحدث سيدة نيفين فقط من خلال تنظيم نفسنا. أعتذر على المقاطعة، ولكن سيدة نيفين عدد كبير من هؤلاء الشبان يعني رأيناهم في السابق، هم من المقاطعين تماما والرافضين تماما لأي عمل سياسي قد يدفعهم للتنسيق مع إسرائيل، أكان ذلك من خلال العمل المباشر في الكنيست أو غيره. باعتقادي هذا الصوت مهم جدا وصادق. يعني أنا عندما ذهبنا إلى الكنيسة، نحن ذهبنا كي نناضل أيضا من أجل إحداث تغيير في سياسات إسرائيل تجاهنا كشعب فلسطيني. ذهبنا إلى الكنيسة مع سياق وطني وسياسي، يعني لا نتحدث ونطالب بحقوق بمعزل عن السياق الوطني والسياسي، ولكن باعتقادي هذا الصوت شرعي وصادق، ويجب أن نعيد النظر كل مرة من جديد، أن ندرس تجاربنا، تجارب نضالنا، أدوات نضالنا في الشارع وفي البرلمان وفي أي مكان أيضا، من أجل تصويب هذا العمل، تصويب نضالنا الفلسطيني، تصويب ما يحدث الآن. وبالتالي يجب كل مرة أن يكون لدينا مرجعية وطنية من خلال الفعل السياسي الذي نقوم به أمام الاحتلال، خصوصا أنه كل مرة يوجد وجه لإسرائيل، يعني إسرائيل دولة احتلال ولكن تتعامل معنا بسياسات مختلفة. سياسة الإفقار، سياسة الظلم، سياسة نزع السيادة الفلسطينية، سياسة الاعتداءات الملاحقة السياسية أيضا لشبابنا اليوم، لمعلمينا أيضا. يعني هناك سياسات تترتب على تعامل إسرائيل منذ النكبة حتى الآن من أجل يعني عمليا عزلنا عن قضيتنا أو تراجعنا عن هذا النضال الشعبي. لذلك هي فرصة تاريخية مهمة من أجل استثمار هذا النضال الشعبي من خلال التنسيق. باعتقادي أنه يجب تفعيل عمل اللجان الشعبية، عمل الحركات الشبابية من أجل استمرار هذه الهبة لحمة مع الكل الفلسطيني وما يحدث في المشهد الفلسطيني العام. نعم سيدة نيفين، أنت دائما معنا. نواصل عرض أبرز ما جاء في الصحف العالمية. الولايات المتحدة غير مسؤولة عن موجة العنف الجديدة وفق الفورين بوليسي، لكن كان يجب عليها أن تتوقعها. تفجر الأوضاع هو النتيجة الحتمية للحرمان الدائم من الحقوق والحريات الفلسطينية الأساسية، فضلا عن إجراءات التمييز والحصار المستمر على غزة. واشنطن تبنت في عهد بايدن على نحو محبط دعوات لا معنى لها لضبط النفس ومنع اتخاذ إجراء في مجلس الأمن، مع الاختباء وراء فكرة غير معقولة مفادها أن واشنطن ليس لها نفوذ على أحد أقرب حلفائها.
دائما نواصل عرض أهم جاء في الصحف. إلى لوموند الفرنسية تحدثت عن موقف دول التطبيع ورأت أنها تواجه اختلالا في التوازن إزاء التطورات. فالشرق الأوسط الجديد الذي كان يفترض أن ينبعث من اتفاقية التطبيع يشبه الماضي اليوم أكثر من أي وقت مضى. على المطبعين اليوم إيجاد توازن بين المكاسب الاستراتيجية التي حققها قرارها وتعاطف شعوبهم مع القضية الفلسطينية. في مقابل التصعيد تحركت الدبلوماسية العالمية متأخرة وفق ليبراسيون الفرنسية. وحدها الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل عسكريا وماليا قادرة على الضغط لإعادة إسرائيل إلى رشدها. لكن هل هذا ممكن حين نعلم مسؤولية نتنياهو فيما يحصل؟ هو مستعد لفعل كل شيء للبقاء في السلطة حتى التضحية بالفلسطينيين. لقد وضع الإسرائيليين في خطر. أعود إليك سيدة نيفين الحديث عن نتنياهو. اسمحي لي بأن أنقل ما جاء في مذكرات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في كتابه Everyday Extra عن اجتماعه مع نتنياهو خلال حرب 2014. قال: تلك المرة من المرات القليلة التي رأيت فيها نتنياهو مقهورا للغاية. وقال: كان محاصرا بشكل كبير وضعيفا بشكل لم أعهده فيه في السابق. اليوم كيف يمكن أن نوصف وضع نتنياهو وما مدى عمق أزمته؟ يعني نتنياهو أولا نحن ننظر إليه كفلسطينيين كمجرم حرب، يعني يتعامل مع غزة ومع الفلسطينيين بأقصى حالاته، يعني بشكل عنيف وبشكل إجرامي كبير. عدا عن الملفات الجنائية اللي بتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي يعني وكل المنظومة الإسرائيلية الآن، طبعا هو متورط، هناك ملفات كبيرة يعني تربكه في ظل هذا الوضع السياسي العام، خصوصا أنه إسرائيل على مدار سنتين يعني في انتخابات وراء انتخابات، هناك عدم استقرار. هذا ليس لصالح نتنياهو ولا لسياساته في تثبيت حكمه، يعني هو يبحث عن تثبيت هذا الحكم، تثبيت هذه السياسة. ولكن نحن كفلسطينيين يعني صدقا أقول في نهاية المطاف يعني لا يهمنا من يقف على رأس الحكم في إسرائيل، سواء إذا كان نتنياهو أو غيره. في نهاية الأمر هناك منظومة استعمارية تبني سياساتها بناء على ذلك بمسميات مختلفة، وبالتالي نضالنا، نحن ننتزع نضالنا من كوننا أصحاب هذه البلاد، أصحاب الأرض يعني، ولا يتغير نوعية هذا النضال بتغيير الأسماء. هناك نضال يجب أن يستمر ضد مخطط الضم، ضد سياسات الاستيطان، ضد سياسات الاحتلال، ما يحدث في القدس وفي كل مكان. وبالتالي هو يرتبك الآن لأن هناك بما يسميها فوضى، يعني الشاب الفلسطيني أو الفلسطينيين في الداخل ونزولهم للشارع هو أكثر ما يربك إسرائيل حقيقة أمام العالم. وبالتالي يعني ما رأيناه هذه الليلة الدامية والصعبة لأهلنا في غزة، يعني قلوبنا مع غزة على إجرام اللي نفذته إسرائيل من صواريخ بشكل همجي وعشوائي على أهلنا هناك. هو أكبر دليل على ارتباك هذه الحكومة وارتباك إسرائيل بما يحدث في الداخل، وهم أصدروا يعني تصريحات من هذا القبيل. لذلك أقول هذا الاستمرار والاستثمار في الداخل هو يخدم المشهد الفلسطيني العام. اسمح لي سيدة نيفين أن نستعرض آخر جولة على أهم جاء في الإعلام العربي هذه المرة مع المشهد الفلسطيني. نبدأ إذن من صحيفة الثورة اليمنية التي أكدت أن صواريخ المقاومة تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة، فقد تسببت الهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على تل أبيب وغيرها تسببت بانخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية، فيما سجلت العملة الإسرائيلية انخفاضا قبالة الدولار. دائما مع الصحف العربية، في الشروق التونسية قوة المقاومة تقفز على مستنقع الانقسام وتسقط أمن العدو وتتجاوز منظومة التطبيع، كل كيان العدو ساقط أمنيا. إن التطورات غير المسبوقة شعبيا وعسكريا نقلت الصراع مباشرة إلى ما يعرف بقضايا الحل النهائي التي حاولت صفقة القرن تصفيتها، وهي القدس والحدود وعودة اللاجئين والمياه. وأخيرا مع
الرأي اليوم، حيث كتب عبد الباري عطوان أن أكثر ما يستفز هذه الأيام أحاديث المتحدثين العسكريين الإسرائيليين عن محتويات بنك أهدافهم في غزة واستهدافها بقصف صاروخي، لنكتشف خلال الأيام الماضية أنها كانت عبارة عن أبراج سكنية أو مدارس وملاجئ للعجزة. ما كشفته الأيام الأربعة الأولى أن الإسرائيليين هم المطاردون والمحاصرون أيضا، وأحد الأدلة الأبرز إغلاق مطار اللد. أكاذيب الاحتلال كثيرة، أولها حشد مئات الدبابات والعربات المدرعة على حدود القطاع تهديدا بالاجتياح البري، وهم يعلمون جيدا أن هذا الاجتياح لو تم سيكون أكبر هدية لرجال المقاومة ومليوني فلسطيني محاصرين مجموعين ويحلمون بالشهادة. أعود إليك سيدة نيفين ولو باختصار، إذن إسرائيل مرتبكة، كذبت بشأن ما يخص أي اجتياح بري وهي تكذب مرارا وتكرارا. أسمع منك تعليقا على هذا الموضوع، وأنت تعرفين جيدا ربما ذهنية الإدارة في إسرائيل. صحيح، يعني العقلية الاستعمارية والاستيطانية تبني نفسها على روايات كاذبة، وبالتالي هناك يعني معركة على الوعي، معركة على المعلومة أيضا في الحيز الرقمي كما في الإعلام أيضا، وبالتالي مهم جدا تثبيت المحتوى الفلسطيني، تثبيت المعلومة الفلسطينية الواقع، وهي حرب نفسية إعلامية مهم جدا. وهنا يعني أيضا يظهر مساندة حضور الإعلام العربي المقاوم الداعم للقضية الفلسطينية، وباعتقادي هذا يمثل يعني يعكس ضعف أيضا لإسرائيل في هذا المشهد تحديدا. هي ضعيفة أمام ما يحدث في غزة من المقاومة، ضعيفة أمام ما يحدث من تحرك في الداخل، ضعيفة أيضا أمام صمود أهلنا في خي الشيخ جراح، ضعيفة أمام المرابطين والمرابطات. وبالتالي هي طبعا أضيف إلى ذلك الأزمة الداخلية، أزمة عدم تشكيل حكومة، أزمة داخلية بين أقطاب يعني أحزاب إسرائيلية صهيونية دينية مقابل صهيونية ما تسمى باليسارية، وكيف يكون شكل إسرائيل بعد ذلك. باعتقادي أن الصراع أيضا سيكون على السيادة بشكل آخر، يعني هناك معركة على الوعي وأيضا معركة على السيادة، على الملكية التاريخية. امتداد هذه الانتفاضة أو الهبة، يعني تختلف المسميات، هي تربك إسرائيل لأنها يعني أيضا تفضح روايتها أمام العالم، يعني توثيقنا لما يحدث في الداخل من وحشية، ووحشية في غزة ووحشية في كل مكان، هو يفضح رواية إسرائيل. وبالتالي الاستمرار في هذا النضال هو يعني مهم جدا، وتأكيد المؤكد أنه إحنا بالأساس أصحاب هذه البلاد، يجب أن نستمر حتى آخر نفس. شكرا لك يا سيدة نيفين أبو رحمون، عضو سابق في الكنيست، كنت معنا من الناصرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا لختام هذه الساعة من التغطية، ولكن التغطية دائما متواصلة عبر الميادين، ابقوا معنا.